جيت لقطر واول شيء اللي بغينا بغي نبين الخريطه ديال المغرب. الخريطه اللي عندي هذه اهم شيء، الخريطه، لان احنا المغرب راه مازال احنا في حرب. شتي انا خصني نبين الخريطه، انا ما كانت تهمني لا كره لا والو. شتي انا اللي يهمني تهمني المغرب نشدوه كامل من السعيديه حتى الحدود ديال موريتانيا حتى الكويره برا. وكيفاش كيفاش القضيه ديال انك بتي في المطار؟ واش حيت ما لقيتيش؟ ما عنديش ديك الورقه، ما عنديش، ما كايناش الورقه ديالك. الورقه هذه ديال هايا ما عنديش، ما عنديش، انا عندي غير الورق. انك تبات غير في المطار؟ اه اليوم ثلاث ايام كان ساين السفاره ترد عليا، خليت لهم التليفون، خليت لهم باش يجاوبوني، يعني باش يقولوا لها جي ولا شي حاجه، باقي ما عرفتش شنو كاين. واخا وكيفاش كدير في المعيشه؟ الماكله هنايا كيفاش جاتكوش غاليه ولا رخيصه؟ والماكله هنايا بحال ما قلتي، مع انا كنظن حيت كاين هذا الموسم هذا علاش كاين شويه الغلا. ما شحال تقريبا كتخسر في النهار؟ في النهار ايوا قول 50 70 بحال هكذاك. عا كنسلك. نعم؟ ريال قطري ولا شنو؟ ريال قطري. يعني رسالتك دابا للمغاربه ان شاء الله غدا للاعبين شنو تقول لهم؟ وانا ما كرهش يربحوا ان شاء الله، ما كرهش يربحوا وما كرهش انا ندخل، ما عنديش ديك الكارته، ما عنديش، ندخل ونلعب في التيران بهذه اللعبه ديال شي حاجه.